مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج مصر كل يوم. فقراتنا النهارده متعدده، هيكون معانا فقره عن اهم المعاملات الزراعيه لمحصول البصل، وهيشرفنا في الفقره استاذ دكتور عبد المجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل معهد بحوث المحاصيل الحقليه. والفقرة التانية معانا هنستمتع بيها بالطرب الأصيل، وعشان ما ننساش أهالينا في كل محافظات مصر هنحتفل معاهم من خلال فقرتنا باحتفالات يوم الفلاح، من خلال ضيف فقرتنا دكتور شادي نصيف أستاذ الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. بس خلونا الأول نبدأ بفقرة الأخبار، وهنبدأ معاكم بأول خبر معانا. رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات. خلال أغسطس الماضي تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس 2023 من خلال تقرير قدمه الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وأوضح الدكتور حسام المصري أن الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 1093 حالة تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ولفت المستشار الطبي إلى أنه تم خلال الشهر الماضي أيضا إجراء الكشف الطبي على 4740 حالة من خلال القوافل الطبية بمحافظة البحيرة والمنوفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. منتدى شباب العالم يثمن قرار الأمم المتحدة حول إسهاماته في تمكين الشباب. ثمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف. وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس. وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخته الأربعة في تمكين الشباب وإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم. وقال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن اعتماد هذا القرار وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعايته يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلام والإبداع والتنمية، مؤكدا حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية. الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربيين مجانا بدمياط ضمن حياة كريمة. انطلقت اليوم السبت القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين في إطار مبادرة حياة كريمة التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية في محافظة دمياط تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية. وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية أن القافلة سوف تجوب قرى مراكز دمياط والزرقاء وكفر سعد وكفر البطيخ في مناطق الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكذلك قرى حياة كريمة. وتقدم القافلة الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية وعلاج أمراض العجول الصغيرة والدرع، كما تجرى أيضا تجريع ورش جميع الحيوانات
ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفيلات الداخلية والخارجية ما يحافظ على صحة الحيوان. وأشار فاضل إلى أنه يشارك في القافلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاهد بحوث الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية. ودلوقتي هيكون معانا على الهاتف مداخلة تليفونية للتعليق على الخبر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن حضرتك تعلق لي على الخبر يا فندم؟ هي القافلة اللي عندنا طلعت النهاردة أول يوم أعمال ليها في محافظة دمياط بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري دمياط. معانا طبعا أجهزة لفحص الحيوانات تناسليا في القافلة، معاها توقيح صناع السائل المنوي محسن وراثيا للجاموس والأبقار. القافلة بتقوم بعلاج كل الأمراض الموجودة في العجول، الأمراض الموجودة في الحيوانات سواء كان أمراض ضرع أو التهابات رحمية أو مشاكل خصوبة. كمان القافلة من ضمن أهم أعمالها إن هي بتقوم بتجريع الحيوانات بمضادات الطفيلات الداخلية والخارجية. كمان بتقوم بعمليات المدح لأي أمراض تناسلية، أخذ عينات المطلوبة من الحيوانات اللي هي محتاجة تاخد منها عينات. طيب حضرتك رأيك يعني قد إيه مركز البحوث الزراعية بيساهم في حياة كريمة؟ المركز طبعاً بتعليمات من الأستاذ الدكتور رئيس المركز وكمان مع الوزير، إحنا كثيف الخدمات اللي بتقدموها للفلاحين داخل قرى حياة كريمة. حضرتك عارفة الأدوية البيطرية غالية جداً، الفحص والاجهزه اللي بنقوم بالفحص بيها الحيوانات سواء كانت اجهزه الاشعه التشخيصيه او المناظير برضه تكلفتها غاليه، جرعات السائل المنوي اثمانها غاليه جدا. القافله دي بتقوم بتقديم كل الخدمات دي بالمجان تماما لاخواننا المزارعين. طيب دكتور مصطفى فاضل، عايز اعرف من حضرتك خطتكم ان انتوا توصلوا لكل محافظات مصر في الفتره اللي جايه امتى وهتاخد وقت قد ايه؟ احنا بنشتغل على مدار سنة كاملة. في السنة دي بنقوم بأكثر من 150 يوم عمل، يعني تقريبا يقرب على نص السنة شغل. بنروح المحافظات، احنا طبعا يعني لو قلت حضرتك ان انا هغطي المحافظات كلها في سنة يبقى صعب، لكن احنا بنروح المحافظات اللي هي فيها اعداد ثروة حيوانية كبيرة وفي نفس الوقت فيها قرى، القرى دي بتفتقر للخدمات البيطرية اللي بتقدم من عن طريق الوحدات. الكلام ده احنا بنعمله طبعا بالتنسيق مع زملائنا في الهيئة الخدمات البيطرية، ان هم بيقولوا لنا ايه القرية الأكثر احتياجا وفيها كثافة عددية من الحيوانات أكثر. وبنحاول ننوع القوافل بحيث ان هي تبقى في وجه قبلي، في وسط الدلتا، في وجه بحري. احنا كمان يمكن المحافظات الحدودية بنروحها زي محافظة مرسى مطروح، وان شاء الله رايحين شمال سينا الاسبوع اللي جاي على طول بعد ما نخلص قفل الدمياط رايحين شمال سينا. برضو بنحاول نبقى متواجدين مع كل انواع المزارعين ونفحص كل الحيوانات المختلفه سواء كانت حيوانات صحراويه او حيوانات موجوده في الدلتا او في الصعيد. شكرا لحضرتك الدكتور مصطفى فاضل، شكرا لحضرتك على مداخلتك معانا ومشاركتك معانا. وزارة الري 473 منشأ متنوعة للحماية من أخطار السيول في شمال وجنوب سيناء. عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وأعمار سيناء والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والري في شبه جزيرة سيناء. وقال سويلم إن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية، حيث تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة جانس باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة، كما تم تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحصمة
ووجه سويلم قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية وجامعة القاهرة لاستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء، وأشار إلى ما تمثل هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية. وزير التعليم العالي يفتتح ملتقى كن مستعدا التوظيفي اليوم. يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الملتقى لإعداد الموظفين الذي سيقام بعنوان كن مستعدا التوظيفي، والذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة والسفير البريطاني في مصر ورئيس منظمة العمل الدولية ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزراء. ويعد الملتقى أحد فعاليات مبادرة كن مستعدا كأحد أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، والتي تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل مع تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج. وسيتم من خلال الملتقى توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنك، وفي إطار تنفيذ اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية لإطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بتمويل مقدم من المملكة المتحدة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها دكتور أيمن عاشور في مارس الماضي، وبما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. هينضم إلينا الصحفي أحمد أبو ضيف عبر الهاتف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ إيمان وعليك، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين ومتابعين حضرتك يا فندم. حضرتك ممكن تقولي رأيك على الملتقى؟ والله يا فندم، يعني بادئ ذي بدء النهارده وزارة التعليم العالي أكدت من خلال التطبيق الفعلي والعملي أن الإجراءات الجذرية اللي اتخذتها خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة التعليم الجامعي وفقا لاستراتيجية الدولة 2030، وبما يتماشى برضه مع أيضا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي اللي تم تدشينها في شهر 12 الماضي، ان هناك فعلا تغيير جذري. المبادره النهارده كن مستعدا التوظيفي، كن مستعدا التوظيفي، المبادره دي تم اطلاقها منذ 6 أشهر تزامنا مع اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم الجديده للتعليم الجامعي. ويمكن زي ما حضرتك ذكرتي في كلام حضرتك، ان فعلا المبادره دي لاقت اقبال كبير من الطلاب من 20 جامعه مختلفه ما بين حكوميه او خاصه او اهليه. يمكن عدد الطلاب اللي سجلوا بيها وصل ل 18,000 طالب، ووزير التعليم العالي كان النهارده خلال لقاء كلمتي كان اكد ان اكثر من 10,000 طالب لقوا فعلا فرص عمل مختلفه بجميع الشركات اللي اشتركت في المبادره. ودي بحد ذاتها خطوه جميله، ان احنا ازاي بنأهل الطالب او المصري عندنا خلال الدراسه انه لما يخرج يتخرج ويبقى خريج يبقى مؤهل فعليا لوظائف المستقبل والتخصصات الجديده. طيب عايزه اعرف ابرز يعني تجهيزات الدوله عشان تجهز الشباب ان هم يشتغلوا. يمكن انا ذكرت لحضرتك ان الدوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى مقاليد الحكم 2014 وجعل التعليم الاهتمام بالتعليم يكون على راس اولويات الحكومات سواء
يعني من 2014 حتى اليوم. وخير دليل على ذلك ان احنا بالفعل بالنسبه للتعليم الجامعي بدانا نشوف عندنا طفره كبيره بدانا نشوفها كانتش موجوده قبل كده. يعني انت بتتكلمي من ما يقرب من 40 45 جامعه 2014، دخلنا حاليا في 95 جامعه موزعه ما بين حكوميه واهليه وخاصه وتعليم تكنولوجي واضافه معاهد وافرع جامعات دوليه وتخصصات جديده. كل هذه المنظومه ساهمت في ان انا يكون عندي فيما بعد خريج مؤهل فعلا لسوق العمل، وده يمكن اللي بدانا نشوفه دلوقتي. يعني التخصصات النمطيه والتخصصات القديمه اللي احنا اعتدنا عليها اختلفت خالص، واختلف التفكير من قبل الاهالي والطلاب في الفتره الحاليه. دلوقتي بتلاقي تخصصات الذكاء الاصطناعي، الاتمتة الصناعيه، تخصصات وظائف الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كل التخصصات دي هي انا مطلوبه على الساحه. بشكر حضرتك استاذ احمد الصحفي بجريده الوطن، شكرا. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مع اول فقره معانا.